السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مرحبا بكم متابعينا الكرام في هذه النشره الجويه لا تنسوا الاشتراك في القناة للتواصل بجديد الحالة الجوية بالمغرب نستهل نشاطنا بحول الله بتوقع حول الطقس اليومي الثلاثاء 18 ابريل حيث من المتوقع خلال فترة بعد السوال ان شاء الله تعرف المملكة نزول زخات مطرية رعدية عاصفية على مستوى مرتفعات الاطلس الكبير والمتوسط حيث من المتوقع ان تعرف منطقة من تانوت حيث تتجاوز وكذلك مراكش واكادير بوشيبا وكذلك انميتر وتبان نزول زخات مطرية خلال فترة بعد سوال يومي ومن المتوقع كذلك أن تعرف إن اللاشي لتشكل غيوم قد تكون مصحوبة بنزول زخات مطرية بالنسبة للمناطق الشمالية من المغرب فمن المتوقع أن تعرف منطقة إفران تشكل غيوم قد تكون مصحوبة بنزول زخات مطرية وكذلك من المتوقع أن تعرف التهله وكذلك سكولامتاز احتمال نزول الزخات المطرية الرادية المتفرقة وفيما يخص المناطق الشمالية الاقصى الشمال المغربي فمن المتوقع ان يعرف اجواء صافية نسبيا كما يوضح لنا هذا النموذج بالنسبة كذلك للجنوب الشرقي للمملكة فمن المتوقع ان يعرف اجواء صافية على مستوى هذه المناطق وكذلك الاقاليم الجنوبية اجواء صافية على مستوى معظم المناطق الجنوبية من المغرب مع احتمال هبوب رياح غربية على مستوى السواحل وكذلك على مستوى المناطق الداخلية هذا فيما يخص يوم الثلاثاء القادم بحول الله بالنسبة كذلك لصبيحة يوم الأربعاء فمن المتوقع أن تعرف الأقاليم الجنوبية أجواء صافية خلال فترة الصباح بالنسبة كذلك لبادي الزوال بحول الله فمن المتوقع أن تستمر الأجواء الصافية على مستوى المناطق الجنوبية مع سمال هبوب غربية على مستوى هذه المناطق بالنسبة للجنوب الشرقي للمملكة فمن المحتمل أن يعرف أجواء صافية كما يوضح لنا هذا النموذج وفيما يخص كذلك مرتفع التطلس الكبير وكذلك المتوسط فمن المتوقع ان شاء الله كذلك ان تعرف هذه المنطقة خلال فترة بعد الزوال يوم الأربعاء نزول زخات مطرية رعدية على مستوى من تانوس تيت داود وكيمدن وكذلك أكادير وشيبة وكذلك تبانت وأزيلال وإميشيل وابن ملال وتنفيت وزاوية الشيخ وكذلك خنيفران ميدلت ووادزم وخريبكا وكذلك والماس الرماني إفرانس كرامتاز مكناس وكذلك مدينة الخميسات وسيد سليمان بالنسبة للمنطقة الشرقية للمغرب فمن المتوقع كذلك أن تعرف نزول زخات مطرية على مستوى عاطف وكذلك تندرة وعين بني مطهر كما يوضح لنا هذا النموذج مع احتمال نزول زخات المطرية مستوى منطقة بركان وكذلك الدريوشة بالنسبة كذلك للشمال الغربي للمملكة فمن المحتمل كذلك أن يعرف يعني تشكل الغيوم وقد يكون مصحوبة بنزول زخات المطرية رادية على مستوى ساكن تونات سبودة قرية بو محمد وكذلك وزان كامنا سيدي سليمان مكناس الخميسات وكذلك الرماني والماس هذا فيما يخص متابعينا الكرام حالة الطقس الخاصة بيوم الأربعاء الذي سيشهد نزول زخات مطرية رعدية على مستوى هذه المناطق بالنسبة كذلك للفترة المسائية من نفسها اليوم فمن المتوقع كذلك أن تستمر هذه النسخات المطرية المتفرقة على مستوى قلعة السرن وكذلك أزيل الواقع هذا فيما يخص يوم الاربعاء بالنسبه ليوم الخميس القادم ان شاء الله فمن المتوقع ان يعرف اجواء صافيه على مستوى معظم المناطق المغربيه وذلك خلال الفتره الصباحيه بالنسبه لفتره بعد الزوال بحول الله فمن المتوقع تشكل غيوم على مستوى مرتفعات الاطلس الكبير وكذلك المتوسط وقد تكون هذه الغيوم مصحوبه بنزول المطرية مطريه على مستوى ايمن تانو تامس المتر وتبانت وكذلك اسهل وإميل شيلو وتنفيت وكذلك ميدلت هذا فيما يخص متابعينا الكرام على الطقس الخاصة بهذه الأيام نلتقي في نشرة قديم بحول الله دمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته